لكن نقول هذا الكلام حتى يفهم صناع القرار ويفهم الرئيس عبد المجيد تبون أن الوضع خطير ولا يحتاج إلى قرارات متهورة ولا يحتاج إلى تسرع ولا يحتاج إلى خلط ولا يحتاج إلى فوضى داخلية ستنعكس على الشارع وتؤدي إلى تذمر وغليان و و و و و و و بوم، لأنه فيه قرارات للأسف الشديد لا تصب في مصلحة البلاد، فيه قرارات لا تصب في مصلحة البلاد، فيه تصريحات لا تصب في مصلحة البلاد. وأنا أعيد أقول وأكرر حتى ممكن هذا الكلام هذا يسبب لي مشكل ويسبب لي مش عارفنا أي حاجة، لكن قول قبل أشهر قلت أنه الرئيس تبون ليس بحاجة إلى هذا النادي اللقاءات الصحفية وهذا الأخر، حتى وهي مسجلة الحمد لله أنها مسجلة مش المباشر، الحمد لله أنها مسجلة مش المباشر، بالرغم من أنها مسجلة مش المباشر وللأسف شديد سلبية أكثر من يعني سلبياتها كان إيجابياتها. أنا بصراحة لا أجد سبب مقنع، لا أجد سبب مقنع خليني نشوف أنا هذه اللقاءات الدورية تاع الرئيس يتكلم، لأنه لم يقل شيء، لم يضيف شيء، بالعكس كل مرة يدير نديقة، كل ما يهضر يدير ديقة، مشكل كل ما يهضر يدير ديقة، تصريحات في غير محلها، يعني شغل يتيني في الهواء، رصاصة طائشة ما تجيب حتى فايدة. كاينة بيانات مجلس الوزراء ما يتم مناقشته في مجلس الوزراء، بياناتك خلاص هذه لقاء دوري نتاع ندير كذا ونقول كذا، لأن قضية الحكومة هذه التصريحات بصراحة تسيل الأحزاب السياسية. و الوحيد اللي جاتني على قلبي كي قالوا تبون قالوا انا ما طلبت حتى من الاحزاب تاع الخير ليش طاحت حتى لقيات قيط ليس هو بن قرينه اللي كان يقول انا نرشح حزبنا ورشح تبون، هاو خرجوا تبون قالوا ترشحت حر، لما ترشح باسم حزب سياسي ما راح تقسم واحد، لا راح يضرب اسمين انت معاهم وعندنا استعفى تبع واحد. انا هذه الحاجه الوحيده اللي جاتني على قلبي، لماذا؟ لاني كنت نقول فيها قبل وواحد ما صدقها، بما فيه القاضي صالح بن قرينه كان يعتقد انه تبون راهو تاعنا احنا رشحناه باسم الحزب، لا لا أو خرج لكم في هذا الزبال بوحي طاي لما أترشح باسم حزب وأنا خاطيني ترشحت باسم الشعب وباسم الشباب وباسم المجتمع المدني وكذا، بالرغم من أن المجتمع المدني ما قالوا والو، الشباب ما فوطوا شيء، والله يا تبون فوطوا عليك غير الشيوخ العزيز، أقسم بالله لا الشباب الأول هذا تعطيهم زوج ملايين يشربوا فيهم الصاروخ، أقسم بالله ما ديت من عدم صوت، ولو كان ديروا إحصائيات رسمية وتجبدوا لنا اللي فوطوا قسم بالله غير تلقاهم كل شيوخ وعجائز أو الماكلات في البيت، الشباب هذو تاع الصاروخ والله ما أعلم منهم بك يا تبون، والله ما أعلم منهم بك، ما عطاوك صوتهم ما فوطوا ما عندهمش قالوا بطاقة المناخ ما عندهمش، المجتمع المدني ما هضروش عليه ارمي الواد. اذا الوضع اللي رانا فيه المرحلة اللي فيها يا ستبون تحتاج رجال دولة، عندما نقول رجال دولة نقول رجال دولة في كل المجالات في كل القطاعات في كل القطاعات، لانه المرحلة اللي تمر بها الجزائر مرحلة خطيرة وخطيرة جدا جدا جدا، مرحلة خطيرة جدا تشبه نهاية الثمانينات اللي أدت إلى 88 وتشبه 2017-2018 اللي كان فيه فوضى وتسيب وكذا وكذا، وأدت إلى الفرق ما بين نهاية الثمانينات والآن فرق شاسع وخطير، أنا هذا اللي يهمني الآن، الفرق ما بين نهاية الثمانينات بالنسبة للجزائر والآن فرق خطير. أولا نهاية الثمانينات 1986-87 الجزائر كانت في حضن فرنسا، نعم السلطة أيام الشادي بن جديد 86-87-82 كانت في حضن فرانسوا ميتيرون، فرانسوا ميتيرون كان يتحكم بطريقة أو بأخرى من خلال عملاء وأذناب ومعيد الشادي بن جديد الله يرحمه، كان يتحكم في دواليب السلطة في الجزائر، واستطاع أن يقنع الشاذلي بن جديد بإحداث تغيير سياسي اقتصادي وانفتاح، لكن هدف واضح فرانسوا ميتيرون لم يكن يا
ينصح المرحوم شاذلي بن جديد لسواد عيونه أو حبه في الجزائر، بل كان ينصح شاذلي بإصلاحات و لمصلحة فرنسا بالدرجة الأولى ولمصلحة اللوبي الغربي اللي كان يريد خريطة جديدة بعد أفغانستان. وحدث الذي حدث ودخلنا في 82 لانفتاح وكذا وخروج الإسلاميين من السجون وكذا وكذا والفوضى اللي صارت. الآن الوضع مختلف تماما، الآن الوضع مختلف تماما على الأقل في الظاهر. ربي يعلم بالغيب، ربي يعلم بالغيب، أنا نتكلم على الظاهر. الظاهر هو أن السلطة على نقيض مع الإنجليزي، يعني الخرجة تعتبون في الخطاب الأخير اللي جماعة الباديسية النوفمبرية وجماعة قطع دابر فرنسا عجبتهم، أوه هلا قال لهم دزوا معاهم وأنا ما نروحش ل اللي يسموها هذه يسموها هذيك الكنيسة كنيسة ولا يسموها هذه نسيت الاسم، يعني ما نروحش نركع لفرنسا وأحبوا لهم شو يديروا الاستعراض العسكري. أوكي أنا ما نروحش، يعني لا أذهب إلى فرنسا أحبو أو أركع لفرنسا، أنا ما نروحش لهم. لكن أنا تمنيت أنه هذا الكلام يقال بشكل دبلوماسي، يعني مش بكلام تاع هكذا بصراحة، ما لأنه هذا يعطي فرصة، يعطي فرصة للوبي المتطرف في فرنسا أنه يضغط على ماكرو أنه يذهب بعيدا في قراراته المتطرفة، سواء في القضية الصحراوية أو في قضية ما يسمى ب اللجنة المختصة الجزائرية الفرنسية في إعادة، يعني كما نقول ضبط الأمور التاريخية وكذا 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 وكذا، اللي داخل فيها من ناحية الجزائر نظن شيخي ومن فرنسا بنجامين ستورا، اللي ما نشعر فيه لحد الآن النتيجة نتائج هذه اللجنة المشتركة. وهذه اللجنة يعني كما نقول تاع الخبراء وتاع المتخصصين في علم القبار والزفزافي وين وصلت. ولكن تصريحات مثل هذه تعطي فرصة لليمين المتطرف في فرنسا أنه يحرر الرئيس الفرنسي اللي ما عنده ما يخسر، راهو في نهاية العهدة نتاعه وخاسر خاسر، أنه يأخذ قرارات قد تضر بالعلاقات الفرنسية الجزائرية في الجانب الجزائري. أنا طز في العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لا تخدم مصلحة بلدي، لكن أتكلم على ما يخدم مصلحة الجزائر، ما يخدم مصلحة الجزائر. وعدنا مصالح جزائرية كثيرة مع فرنسا، عندنا مصالح جزائرية كثيرة، يعني أقل شيء أقل شيء الحضارة الوطنية السيارات رونو بوجو كذا كذا كذا، هذه تخيل أن فرنسا قال البياس ما بيعلكمش، هاي سي بطلنا ما بيعلكمش حتى بياس، يعطوا أمر البوجو رونو ستروان قال خلاص حبسوا العلاقات مع الجزائر ما بيعولهمش. مين راكش ترشي من فيات، ياي فيات تاع بيجو يخرجكم عليه عاون يقولكم فيات وكذا، فيات هاي تاع بيجو، شري تاع بيجو يخي لكم تستثمروا وراك تهضروا وكذا. اذا في العلاقات لازم الواحد يشوف مصلحته، بوس الكلب من فمه حتى تقضي صالحتك منه في السياسه، اما في الدين والشرع لا لا يجوز. بصح السياسه نجاسه، السياسه فن الممكن، لا توجد صداقه دائمه كما لا توجد عداوه دائمه، توجد مصالح دائمه. ما دام عندي مصلحتي مع فرنسا يا اخي نحافظ على مصالحي، ما نعطيهمش اكثر من لازم لكن نحافظ على مصالحي. إذا نرجع للوضع في الجزائر، الوضع في الجزائر للأسف الشديد راه على صفيح ساخن. إذا كان رئيس تبون توصلوا التقارير بلي الدنيا رياني والشعب راه راضي والأمور راهي بيان، ولاهم يكذبوا عليك، سواء كانت تقارير إعلامية أو تقارير أمنية، إلا راهم يقولوا بالدنيا راهي هانية راهم يكذبوا عليك. الوضع في الجزائر مش مليح، الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر ينذر بانفجار عظيم، والانفجار العظيم الذي نتوقعه سيكون أكبر بكثير من أي انفجار أو أي انتفاضة شعبية أو أي حراك شعبي حدث سواء 2019 أو 2008. لماذا؟ لأنه الأعداء محضرين نفوسهم مليح مليح واستفادوا من أخطائنا وأخطاءهم في صب الزيت على النار، استفادوا. العدو المغربي بالدرجة الأولى، والعدو الفرنسي بالدرجة الثانية، والعدو الصهيوني بالدرجة الثالثة اللي هو الدرجة الأولى، لأن مواقف الجزائر تجاه القضايا العادلة، قضية في فلسطين أو قضية في لبنان،
مواقفنا التي يعرفها العدو والصديق تزعج إدارة الكيان الصهيوني. إذا من مصلحتهم كسر شوكة الجزائر. علاقتنا مؤخرا مع فرنسا اللي هي علاقة متدهورة جدا، سحب السفير الجزائري، الرئيس يقول ما نزورش فرنسا، طز في فرنسا، تشكي يا وعدي، وهذه المصطلحات السياسية تجعل صناع القرار في فرنسا وخاصة اليمين المتطرف يحقدون على الجزائر ويتمنون بل يساعدون على إحداث تغيير لا يخدم مصلحة الجزائر. فرنسا الرسمية الآن يزعجها تبون، المغرب يزعجه تبون من 2019 وخاصة الآن، السيد من اللي جاء سحب السفير، فرض التأشيرة، عدم تجديد عقد الغاز تاع إسبانيا اللي يمر على المغرب اللي راح يخلص خلال الأيام القادمة ينتهي ويدخلوا في حيط. هذه القرارات كلها اللي هي قرارات يعني طبعا قرارات شجاعة ولكن قرارات قاسية لم يمررها النظام المغربي ولم يتسامح معها ولم يفرط لحظة في الانتقام من الجزائر. يزيد الدعم الفرنسي الآن، يزيد الدعم الصهيوني، إذا يتلاقوا الاكتلاف روس اللي راهم يحرضوننا في الجنوب في مالي والنيجر، حاشا نعمة ربي نائب الوزير الأول المالي يتهدد على الجزائر ويحلف يفمه في منبر الأمم المتحدة. يعني هذه المعطيات كلها مخاطر، مخاطر كبرى